نظرا للظروف الصحية التي يمر بها العالم واحتساب للواجب الديني وأكيد الواجب الوطني، يستعد أكثر من 20 استشاري للأنف والأذن والحنجرة من مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، أكيد للرد على استشارات المواطنين والمقيمين. فكيف بدأت هذه المبادرة ومتى انطلقت وما الهدف منها؟ يجاوبنا على هذه الأسئلة ضيفنا عبر الهاتف الدكتور خالد الدوسري، استشاري السكري وطب الأسرة. حياك الله دكتور خالد. حياكم الله، مساكم الله بالخير. مساك الله بالنور وشكرا لك. شكرا لقبول هذه الاستضافة. بداية دكتور خالد، خلينا نتكلم عن هالمبادرة اللي قدمتوها لمتابعة المرضى والأمراض المزمنة. حقيقة أول شيء أرحب فيكم جميعا وشاكر لروتانا خليجية وبرنامج سيدتي، وأيضا أرحب بالمشاهدين الكرام. قبل الحديث طبعا عن أي مبادرة، أود القول أن الكل في هذا البلد العظيم هو على ثغر. طبعا أبطال الصحة على ثغر، الأبطال الأمن، أبطال الإعلام من أمثالكم والإعلام الهادف، أيضا الشعب الكريم المتقيد والمتضامن مع قيادته في التزامة بالتعليمات والتباعد الاجتماعي والبقاء بالمنزل. حقيقة فيما يخص المبادرة، هي ليست فقط على الأنفلوزا الحنجرة، هذه واحدة من المبادرات اللي موجودة. طبعاً بالنسبة للمبادرة والمشار إليها، هي تقريباً 29 استشاري من أنف وأذن الحنجرة قاموا بإنشاء موقع إلكتروني مختص بخدمة الناس. أيضاً فيه أطباء آخرين على منصات التواصل الاجتماعي مثل تويتر، في تخصصات مختلفة مثل الصدرية، مثل طب الأسرة، مثل السكري، الجلدية، وهكذا. ليست فقط، حتى على برامج التواصل أخرى مثل سناب شات، الإنستغرام، هي ليست محصولة على تخصص معين. هذا فقط الأنف والحنجرة هو واحد من الأمثلة الموجودة، ولكن تخصصات كثيرة والأطباء مشكورين يقومون بالعمل هذا مجاني طبعا لخدمة الناس. جميل. طبعا الهدف هو طبعا في المقام الأول خدمة المرضى في منازلهم، الإجابة على استفسارات المتخصصية. طبعا كل إنسان أو كل طبيب أو كل ممارس صحي حسب تخصصه وحسب استطاعته ووقته. في طبعا الكل عارف أن الآن تأجلت أغلب مواعيد المستشفيات. صحيح. بالتأكيد هناك أسئلة كثير ستتعلق بالأدوية، بالمرض نفسه، تطورات المفاجئة للمرض. لذلك من خلال المتابعة لأغلب الزملاء في كل التخصصات الطبية، كان من الواجب طبعا فتح قنوات اتصال عبر منصات السوشيال ميديا تسهل للناس طبعا طرح كل ما يرغبون فيه. جميل. دكتور خالد، كمان هل يمكنكم وصف او اعطاء وصفات طبيه معينه يقوم المريض يقدر يصرفها من اي صيدليه ممكن تكون قريبه منه، ولا هي فقط للاستفسارات؟ طبعا الاهم من هذا، يعني في نقطه مهمه احب اشير اليها. هناك طبعا جهة رسمية في الدولة اللي هي 937 مخولة باستشارات المواطنين، ولكن صحيح. احنا الهدف في مثل هذه المبادرات هو تخفيف الضغط على الاخوان. الان هي ازمة كورونا، كل الجهود وكل الاستفسارات المفترض فيما يخص الازمة يكون التركيز على الازمة. احنا او الاخوان الموجودين لعل او هو جهد اصلا بسيط، ولكن تخفيف الضغط على الاخوان. صحيح. بالنسبة ما يخص الأدوية، وصف الأدوية هو طبعا بيكون على نطاق ضيق، لأني أؤمن دائما أن العيادة هي المكان الصحيح. ولكن في حكم تخصصي أجاوب من نظرتي للسكري، أقول يعني قد تكون بطريقة أخرى زيادة جرعات أو تنقيص جرعات، أو حتى إذا الوضع يسمح هناك أدوية آمنة جدا بالإمكان إضافتها، تجنب الهبوط، إعطاء استشارات عامة، توجيه فيما يخص الخصوص، وأحيانا في نطاق ضيق جدا تكون الوصفات الطبية طبعا. نعم.